لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب. وحديث آخر من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين. المقصود بهذه الصدقة هو الإطعام بنص هذا الحديث. لا تجوز زكاة الفطر نقدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من التمر والشعير كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وقال أبو سعيد الخدري: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. فهي يعني زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة ولا من اللباس ولا من الفرش ولا أن يبنى بها مساكن للفقراء، بل يجب أن تخرج مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطعام. لا يجوز هذا، الصواب أن يخرجها طعاما كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لأجل جمهور أهل العلم، والقول بإخراج النقود بدلا من الطعام قول ضعيف. والصواب أن الواجب على المسلمين إخراج الزكاة طعاما صاعا من قوت البلد، هذا هو الواجب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من جبين أو صاعا من شعير أو صاعا من عذر ما باله ما يقاومه. وحتى في زمن الصحابة، من يحتاج إلى النقود، حتى في زمن الصحابة كما سمعتموه فلا يجوز، بل لا يجزي أن يخرج نقودا. صدقة الفطر بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا، وهي صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، صاع من طعام، لأن في الحديث صاع من طعام. أما النقود النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها، مع أنها كانت موجودة في وقته، كانت النقود موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا عدل عنها وأمر بالصاع من الطعام؟ فنحن نتقيد بما جاء في الحديث، ولا علينا من أفتى فلان أو قال فلان. لا تخرج نقدا وإنما تخرج طعاما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النقود موجودة في زمنه، ولم يقل أو 5 دراهم أو 20 درهم، وإنما قال هي كذا وكذا، لأن المقصود الطعام يكون للفقراء، ولهذا صارت المقصود إغناءهم بالطعام، يعني حتى يكون الطعام موجود. فلا تخرج الزكاة من النقود. والرسول صلى الله عليه وسلم لما وضع الزكاة قال ما قال صاعا من كذا وكذا، وما قال أو 20 درهما أو 5 دراهم أو ما إلى ذلك. نعم. ومن الأحكام التي دلت عليها هذه الأحاديث أن زكاة الفطر فرضها نبي الله صلى الله عليه وسلم طعاما ولم يفرضها نقودا، مع وجود النقود والحاجة إلى النقود والانتفاع بالنقود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما بالنص، وأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، وأخرجها الصحابة رضوان الله عليهم طعاما. زكاة الفطر الذي جاء في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام الأمر بإخراجها من الطعام، مع وجود النقد في زمانه عليه الصلاة والسلام، لكنه أمر بإخراجها صلى الله عليه وسلم من الطعام، صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر، أمر بإخراجها صلوات الله وسلامه عليه من الطعام، فلا تخرج من النقد ولا يجزئ إخراجها
نقدا. ولكن أبا حنيفة رحمه الله خالف في هذا الأمر، ولذلك نقول للذين يقولون بالقيمة قولا واحدا ويقولون لنا إمام معتبر، هو معتبر وهو إمام، ولكنه خالف في هذا الأمر، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا من بعدهم إلى عصره. والأئمة الثلاثة أليسوا بمعتبرين؟ كلهم على عدم إجزاء القيمة قولا واحدا. فإذا خالف الإمام في مسألة من المسائل، نعود إلى ما صح عن رسول الله، وإنما نتبع الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صحابته. الفطر لابد أن تخرج طعاما، ولا يجوز أن تخرج مالا أبدا، ولا يجوز قبول الخلاف في هذه المسألة، لأن الشرع ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سار عليه أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجها طعاما وأمر بإخراجها طعاما، والخلفاء الراشدون أخرجوها طعاما وأمروا بإخراجها طعاما، ولم يكونوا يقبلونها إلا طعاما، فمن أخرجها مالا فإنها لا تجزئه، لأنه خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقديرها صاع من طعام كما جاء التصريح به في حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكره المصنف، فيخرجها الإنسان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها طعاما قدره صاع عن كل أحد. الصحيح يا جماعة أنه إخراج قروش نقدا ما بيجوز، لأن زكاة الفطر ما بيجوز تطلع قروش، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من طعام، كما قال أبو سعيد الخدري في الحديث في الأثر الآخر، قال: وكان غالب طعامنا الأقطة والزبيبة والتمر إلى آخره، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. ما بجوز الإنسان يغير الحاجة الطلعة الحدد النبي عليه الصلاة والسلام في الإخراج.